إن اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية يعتبر فرصة سانحة لنا جميعا من أجل تقييم أدائها ودراسة وبرنامج عملها برسم السنة المالية 2022، وكذا التعرف عن قرب على الصعوبات والإكراهات التي تواجهها وفتح المجال أمام أعضاء المجلس لإبداء اقتراحاتهم والإدلاء بملاحظاتهم بغية الرفع من مستوى أداء هذه المؤسسة العمومية ذات البعد الجهوي وإغناء تدخلاتها والدفع بها نحو الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة. ولكامل الثقة في انخراطكم وحرصكم على مساعدة الوكالة ومواكبة مختلف برامجها الطموحة لتحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية وإرساء تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الحوض، وأغتنم هذه الفرصة لأهيب بجميع مستعملي الملك العام المائي بذل المزيد من الجهود لترشيد واقتصاد استعمالات المياه لما سيكون له من وقع إيجابي على التدبير المستدام للموارد المائية بالحوض. وفي الأخير أتمنى لمجلسنا الموقر هذا النجاح في عمله، ووفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه المنطقة وباقي ربوع بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيضاه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.